رجعهم يا ابو عصام. العقيد رجع، العقيد رجع يا اهل الحاره. ابو عصام هون عند الدنيا يا شيخ. لك افتكر العقيد هون يا لقمتي، شو بدي ساوي؟ فوتوا فوتوا. لك وينه معتز؟ يا مام خلينا نروح لحالنا بقى. لا ايوه، شو تروحوا لحالكم؟ بعدين ما بدكم تسلموا على خالكم؟ والله ما بدنا السلام يا مام. يا مام والله صفوري كبير من الرعبة. معلش يا مام، خليكم معي شوي. فوتوا فوتوا. سيدي ابو شهاب رجع من سفره. والله لشوي كان مسافر بالاناضول. لا سيدي بحلب. لك بعرف بحلب، وضروري كل اللفة هي. شباب على كل حال، خذ عنصر هون المخفر واطلع على المحكمة في السجينة اللي عنا، بتسلمونا المركزية. بس سيدي شغلته ما بدها مركزية. ودك تعلمني شغلي كمان؟ عفوا سيدي أنا أصلا. نور انصراف. حاضر سيدي. والله والحمد لله على السلامة يا أبو شهاب، كتير اشتقنا لك. يا ميت أهلين وسهلين بالرجال. الحمد لله على سلامتك. والله الله يسلمك. الحمد لله رجعت لنا بالسلامة عقيد. الله يسلمك يا بشير. هالمرة طولت علينا أخي. والله يا أخي أبو قاسم تأخرنا شوي بالحصيدة والدراسة، بس بإذن الله الرزق اللي جاينا السنة من كل شيء أحسن. الحمد لله. الحمد لله. شلونه سيدنا؟ بارك الله فيك يا أبو. الله يبارك لنا فيك. وإنت جاي الرزق الله. إن شاء الله ما بيطول أبو. إن شاء الله إن شاء الله. وإن شاء الله محرز عقيد. مو أنت السنة كلها. لحارتنا ولكل الحارات اللي حواليك. الحمد لله. الله يبارك ويزيد. الحمد لله. اللهم بارك ويزيد. شو وين وصلي ابو عصام؟ مالي شايفه هلا بيجي اخي، يمكن لسه ما عرف. شلون ما عرف لك ابو قاسي؟ ابعت حدا على السريع ينادي له لاني مشتاق له. عبدو مور معلي، اخطف رجلك عند ابو عصام وخبره بوصول ابو شهاب بالسلامه. بامر عيونك انا. شو عمي ابو عصام؟ جاية ولا مو جاية؟ مش هنعرف شو بدي اقول للعقيد. مين في عنده؟ الحارة كلها بمقفلة حكيم. ماشي روح انت يا عبد الله، ارضى عليك، انا ببقى المسمر اللي عنده بشوفه. ايه ايه ماشي مثل ما بدك، وصينا شي عمي. الله معك. سلام عليكم. في شيء؟ في موضوع بدي اقول لك اياه، بس مو هلا، بعد ما يروحوا رجال الحاره من عندك. اخي ابو عصام صاير له شيء لا سمح الله. لا لا لا، ما في شيء ما في شيء. يلا سيدي بتسمح لنا؟ الاحسن نمشي كلياتنا، خلي العقيد يرتاح شوي. خير ما انت يا مرزوق. وانا معك يا مرزوق. يلا السلام عليكم. الله الله الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا السلام عليكم. خليك ابو بشير، عاوزك انت وابو حاتي. خير ابو قاسي؟ تحت امرك. قعد لك شوي. حاضر. وي عدي يا كريم. هات لنشوف ابو قاسي شو بدك تحكي. يلا عجلوا. يلا اخي هات. ليش انت معتز؟ والله رجلي معدو حملوني. ارخي عنو الشكر. ارخي يلا. يلا بخاطرك يا مو. الله معكم، مع السلامة يا مو. سلامة قلبك يا مو. الله معك، مع السلامة. يا ابو قاسم هذا كل اللي صار اخي. شو ابو بشير؟ احكي لي بتعرفه ابو بشير؟ انا سبب الطلاق ما بعرفه لانه بخصه، بس انا بعرف اللي ساوى الفضيحه كلياتها ومنع اختكم ترجع لابو عصام. مين؟ ابو غالب عقيد.
أبو غالي؟ شو دخلوا أبو غالب أو بشير؟ إيه لو بتعرف شو مساوي أبو غالب بأبو عصام كنت ساويت غير هيك يا أبو قاسي؟ إيه ما بيسترجي يساوي شي راسه بصل له يا برضاي عليك يا أبو قاسي بسمعنا شرف أبو بشير شرف قبل آخر ليلة كان نايم فيه أبو عصام بالدكان كان ناوي يرجع أختكم الكريمة بس لسوء حظه كان الشيخ برات الحارة وتأخر لرجع عليها وخاف يفوت على بيته أبو عصام ويشوف مرته المطلقة بصراحة كان خايف من الحرام عليها وعليه لأنه بيخاف الله خاف من غضب الله وراح نام أبو عصام بالدكان هديك الليلة ايه وش الصبح شاف أبو غالب جاي ومعه قفل قام راح رمى القفل اللي معه أبو غالب على قفل الدكان وخلى أبو عصام محبوس بالدكان لبين ما اجى أبو قاسم وسمعت ولي صار شو أبو قاسم؟ أنا ما عندي علم بأبو غالب وهلأ سمعتنا أبو بشير الله وكيلك أخي يا حسافة على حارة الضبع واللي صار فيها بغيابي وكل هالمشاكل بسبة واحد كلب ما بيسوى نقلي هي غلطة كبيرة بحقنا كبيرة كتير وما بنسكت عليها إيه بس أبو عصام تغير كتير ومألوفه آني تحتاني حكي له شلون كشف راس الحرمة قدام الناس حكي له أبو عصام ما عاد اللي بتعرفه أخي وكان لح يوقعنا بخناقة مع أبو النار إلها أول ما لها آخر شو هالدباجة الجديدة اللي عم بسمعها يا جماعة الخير أحكي أبو بشير أحكي أنا راح أحكي لك كل شي عبيد صار له خالق من العصر باعت ورانا ولهلا ما كنت شرف حضرتك لو شو صار يعني قلتك خالق شو بده منا شو بعرفني هلا منفوت ومنشوف ومنعرف شو بده الله يستر فوت أخي فوت السلام عليكم خال الله لا كان جاب الغلاء فوتوا عدو احكي لي شوف عصام عن شو خالي ليش ابوك طلق امك تخانقوا خالي تخانقوا ليش تخانقوا؟ مشان الجيران خالي أنا رح أحكي لك كل شي صار خالي أحكي لشوف يا رب يا رب تسترها معي يا رب حرام يكون في شوارد بوشك أنت وياه ولا شعفة كلب مثل أب بدر بسبب أمكن وأبوكن وأنتوا ساكتين لك أنتوا ما ضل لخمة براسكن شو كنا عم نساوي أنت وياه ولا رد لشوف خالي نحن مالنا ساكتين لو هذا أب بدر ما عم نشوفه بالحارة أنا لو لاقته لأب بدر كنت كسرت له عظامه ليش ما كسرت عظام أبو غالي هذا كلهم بالحارة قدام عيونه شو دخل أبو غالي بطلاق أمي خالي نعم ليش ما بتعرف ولا ساكت عليه لأنك خايف منه ليش شو سوى خالي ما هو اللي حط القفل فوق قفل الدكان وحبس أبوك فيها يلي عامل حالك أبضاي أبو غالي هي أبو غالي هيك على أبو بشير الكلب ابن الكلب والله لا أذبحك يا واطي اعتز روح أبو الشك على البيت واصحك تقرب على أبو غالي أمرك خالي أمرك ماشي يا أبو غالي ماشي وأنت ليش طلقت مرتك؟ لأنه أمه فتحتنا بالحارة وقبل ما الناس تعرف أنه أبي كان ينام بالدكاني وهي كانت سبب بطلاق اختي دلال من خطيبة ابراهيم بس النسوان ما بنحكى لهم شيء يا خي ماك اخي ليش هيك صار ليش كل الحق على هاللوحه اللي واقف قدامها وليش ما قطع خالك وما عم تحكي معه لانه هو ضربني وقلعني من بيته وقت صارت المشكله ضربته وقلعته من بيتك كمان ما رضي حتى يسمعني معلوم بده يضربها بده يكسر راسها لأنه ما درينا بقصة الطلاق إلا من أهل الحارة وبفضيعة يعني لو جيت خبرتني أو خبرت خالك أبو شهاب كنا صالحناهم مع بعض وما كان صار اللي صار ليش إمتى أبوك طلق أمك؟ يمكن قبل ما تسافر بشي كم يوم أخي يعني أبو عصام خب علي وعلي أنا كمان يا خالي مو قبل ما تسافر روح من وش عصام أمرك خالي أمرك يا
يعني انا لو ما حلفت علي ام توفيق اني فوت فانا بعدت بخطوه واحده بهذا البيت. انت بتعرفي انه مو اصول فوت على بيت ما في رجال، بس انا يعني معتبر انه احنا اهل وقرايبين وانا لساتني عامل لطفيه الله يسلمها. اهلين عمي الله يرضى عليك. يلا حن عليكي، شلونك عمي؟ الحمد لله عمي، مشتاقت لك. رح سوي لنا فنجانين قهوة. حاضر حاضر يا عمي. لكن جاي وبدك ترجع لطفية. ايه والله يا عم توفيق، شو قلتي؟ ايه اهلين وسهلين. بالمهلي يا عم توفيق بالمهلي. وهو اللي بعتك ولا انت اللي جاي لحالك؟ شو قال؟ شو بتقصدي انت توفيق؟ اللي بقصده انه بنات الناس مو لعبة بايد ابنك، واذا بدي يرجعها بدي يجتمعوا اعضوات الحارة ليعرفوا ليش طلقها المفتري. هلا انا ما عاد يمشي حالي يا ام توفيق، شعني جاي براسي عنده منك لهون وبدي رجع البنت. اكذب عليك ابو عصام، انا مالي موافقه وراح اقول لك لا، لانه انت كلمتك ما عادت مثل الاول، وخصوصي انه سعاد خانم ما عادت مرتك. يعني بالمشرمحي مسند ظهرك وسندك راح من عندك، والعقيد ما عاد يسمع كلمتك مثل الاول. بقى مثل ما قلت لك ما برجع لي اجتمعوا اعضوات الحاره، وغير هالكلام ما عندي. صارت القهوة يا عمي، إن شاء الله عاد عمي. حاضر يا عمي. ليش راح عمي؟ أمي ليش راح عمي؟ ليش راح؟ ما رضيت أبي. ما بدي ترجع معني، والله ما حكيت معها الا كلمة حلوة. ايه والله استغل يا بي، ان شاء الله عمرينا. هي جنت على حالها وعلى بنتها، بس يا بي ما تكون زعلتك بشي كلمة ما لها طعمها. لهلك ابي ليش تسترجي؟ لانه بعرفها لحماتي، لسانها باربع شطلات وما بتحترم حدا. بس لطفية لك ابي غير امه، والله غير امه. شلون يعني يا بي؟ ابي لطفية ناوية ترجع وحابة ترجع، بس أمها كاتنا على نفسها لك أبي، ما عاد خليها تحكي. أيوة يا أبي دلال. نعم يا أبي. شو طبختينا اليوم أبي؟ شاكرية وبرغل. بس ما يكون شاط معك اللبن. لا يا بي. ايه طالعه شو شاكريه يا بي، بتاخذ العقل. طيب وين الغدا، ما حتغدونا؟ ايه مو على عيني. وانت ما بدك تساعدي اختك؟ يا ابي انا ما رح اكل لحتى اشوفك مبسوط. لك ابي انا ما بنبسط الا لحتى اشوفك انت واختك مروين. يلا حركي يا ابي، يلا وراها. أمرك يا أبي. صحيح أبو قاسم، صطيف وين؟ صطيف ما عاد إجا على الحارة، يمكن نلاقي حدا يطعميه بقوي غيرنا أخي. ومن إمتى حكي؟ من يوم ما الحارة شافت أبو عصام نايم بالدكان. تفضل أخي تفضل. تفضل. يلا مساء الخير. أهلين. شلوني؟ من الله بخير. ما بدك تعشينا اختي؟ على عيني.
لساتها زعلانه معي. زعلانه وما بدها تسمع بسيره ابو عصام منه. فوت اخي فوت ارتاح.